تحكي القصة. في بداية الخلق كانت الأرض خالية تماما من الحياة، كانت تحتضن السماء الزرقاء السحيرة والمحيطات الهادئة، ولكن في الوقت نفسه كانت خاوية من النباتات والحيوانات والبشر. ثم جاء الله المبدع الكريم وبدأ في خلق العالم. بدأ بإعطاء الحياة للأشياء غير الحية، خلق التلال الخضراء الجميلة والجبال الضخمة والأنهار العذبة التي تنساب بينها، تناثرت الأزهار الملونة في الحقول وتحلقت الفراشات حولها. ثم جاءت الدورة الثانية من الخلق، حيث خلق الله المخلوقات الحية الأولى. أعطى الله الطيور جناحين لتحلق في السماء، والسمك أحشاء تمكنه من السباحة في المحيطات، والأنهار شعر الحيوانات البرية بالأرض تحت قدميها، والديان الرقيقة لأزهار الحدائق تحترق من الشمس. بقدرة إلهية خلق الله آدم وحواء أول إنسانين، أعطى الإنسان القدرة على التفكير والتعبير والابتكار، جعلهما خليفته على الأرض ومنحهما القوة للعيش والاستمتاع بمخلوقاته. كان آدم وحواء يستمتعان بجمال الطبيعة ويتعلمان منها، ولكن مع مرور الزمن تحدثت عقبات ومحن في مسار الخلق، تمت التمردات والخيانات وانتشرت الشر والظلم، فكان عليهم أن يتغلبوا على هذه التحديات ويبنوا عالما أفضل وأكثر عدالة. القصة بداية الخلق تقدم لنا رؤية مذهلة لقدرة الله اللامتناهية على الإبداع والتأثير، إنه يعلمنا أن لدينا دورا مهما في الحفاظ على هذه الأرض الجميلة ورعايتها والعيش في تناغم مع المخلوقات الأخرى.